فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يبيع في محل وأتاه زبون واشترى منه ملابس ودفع ثمنها، لكنه نسيها عند صاحب المحل وذهب وتركها منذ فترة طويلة، ماذا يصنع بهذه الملابس؟ إذا أيس من مجيء صاحبها فإنه يتصدق بها على الفقراء على نية أن الأجر لصاحبها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.